هاد لا ستوري باش نشكر دوزام، نشكر رشيد العلالي ونشكر الطاقم ديال برنامج رشيد شو على القرار اللي تخاد ديال ان الحلقه ديال اليوم تاجل. هذه الحاجه الصحيحه اللي كان خاص. فقط على واحد الخبر اللي صدمني كما صدم كاع المغاربه اللي ما تيقتوش حتى زيد تاكد لي هو ان لله وان الى رجعون. غير بغيت يقف الدنيا والله، غير بغيت يقف الدنيا صراحه. الغماري الله يرحمه ويوسع عليه. هاد لا ستوري باش نشكر دوزام، نشكر رشيد العلالي ونشكر الطاقم ديال برنامج رشيد شو على القرار اللي تخاد ديال ان الحلقه ديال اليوم تاجل. هذه الحاجه الصحيحه اللي كان خاص دار، وهذه الحاجه اللي كنت انا باغا دار. شكرا بزاف لاحترامكم لروح الفريد صلاح ديال الغماري الله يرحمه ويوسع عليه والله يصبر الاهل ديالو. السلام عليكم. بحالي بحال كاع المغاربه لقيت الخبر الوفاه ديال صلاح ديال الغماري الله يرحمه ويوسع عليه. كان فرحان باش يدير برنامج جديد ويتلاقى مع الناس. لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك صلاح الدين. خير كصبحتو لاباس عليكم. عرفتو جو سوي سو لو شوك. الله يرحمو. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. غير بغيتي يقف الدنيا والله، غير بغيتي يقف الدنيا. مصدومة عرفتي فقط تبعت ملي تصورت وتحب ليا على ود البرنامج الجديد كلشي مبارطاجي تصورت كنقرا. الله يرحمه والله عتي كان عزيز عليا واخا ما عمري ما شفتو. كان عزيز عليا كنشوفو في التلفازه في بقيت ديال كورونا كنزيد في التلفازه. الله يرحمه الله يرحمه والله غير اللي بغيت يقف هاد الدنيا. بيد الله حتى حاجه ما نقدروا نحتتوها. الله يرحمه والله يغفر ليه. الله يرحمه الله يرحمه. اكثر شخص كان محبوب ما جوج مني فقط لدابا انا مصدومه. ما مصدومه. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يثبته عند السؤال. الله يرحمه يا سيدي ربي. بسلامه. صباح الخير عليكم جمعه مباركه، نتمنى تكونوا فقتوا بخير. اليوم فقت على واحد الخبر اللي صدمني كما صدم كاع المغاربه اللي ما تيقتوش حتى زيد تاكد لي هو وفاه ديال الصحفي ديالنا صلاح الدين الغماري. ان لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر. الله يصبر عائلته، الله يصبر الناس اللي قرابين ليه، الناس اللي خدامين معاه، الاصدقاء ديالو. الله يصبر المغاربه كاملين. داكشي علاش غتسمحوا لي ما نقدرش نحط لكم شي فيديو اليوم احتراما لروح الفقيد. وإن لله وإنا إليه راجعون. صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ مزيانين؟ جمعه مباركه. كما بينا شفنا فيديوهات ديال الموت ديال صلاح الدين الغماري. انا طرح في جوج ديال الوقت الوحده ديال التصويره طلع لي ديك الخبر. الصراحه الساعه ما تيقتش والله ما تيقتش. كتعرفوا دائما كي حق من بعد الفيديوهات بقاو كيتحطوا واحد مخا واحد مخا وتصور واحد مخا واحد مخا. انا ما كنتش كنتفرج في الخبر بزاف ديما بكورونا قليل فيه كان كيطلع لي بحق. كنت كندوز على جسمه كنشوفه كيفاش كان والله طبخ راسو علينا مسكين ودوسها قاسو في دوركم دوسها على لبس كمامة ديالكم. كان بصح قلبو محروق على المغاربة. الله يرحمه ويوسع عليه. وبصح كاملين بينا كنا كنحسو به بحال اللي هو من العائلة، ماشي شي واحد ماشي شي واحد غير كيدوز في الخبر وصافي. وسبحان الله كيف ما قلت لعبد الرحمن كان كيقدم غير خبر وقليل فين الناس كيتفرجو في الخبر. وربي عطا لواحد المكانة في قلبنا خلاه كنشوفوه يوميا وكان حسينا به من الهضره ديالو والتفاعل ديالو معنا في ايام ديال كورونا. بحال اللي جالس معنا في الدار بحال اللي كيهضر معنا بحال اللي كنهضروا حنايا مع بعضياتنا بحال اللي كنهضروا مع والدينا بحال اللي كنهضروا مع خوتنا. صراحه الله توصح عز عليا وتوصح بقى فيا الله يرحمه ويوسع عليه. وحسيت عليا ماما والله يصبر والديه ويصبر مراته ويصبر ولادو. ان الله وان اليه راجعون والله يرحمه ويوسع عليه. المغرب كامل كيعيش صدمه ديال موت الصحفي والاعلامي والاستاذ ديالنا واللي صوته باقي دابا في ودني كيتعاود اللي ما عمرنا غادي نساو حيت كبرنا معاه. حيت كيفكرك وانت راجع من المدرسه وكتسمع صوته كيفكرك هو كيوصي فيه كيفكرك يعطيك الاخبار كيفكرك بحلاوه الحياه. شي حاجه اللي عمرنا غنساوها راه ما عمرنا غادي نساو صلاح الدين الغماري. شي حاجه اللي كبيره بالنسبه للشعب كامل. الله يرحمه ويوسع عليه في النار هذا يا ربي. حاجه زوينه انك تكون انسان كلشي كيذكروا بالخير كلشي كيترحم عليه بلاد كامله كترحم عليه. هذه سنه الحياه وخاصنا نامنوا بالقضاء والقدر ديال الله سبحانه وتعالى. الحياه قصيره بزاف على انك تحقد على شي حد ولا تكع عليه ولا شي حاجه حتى الغدا يقولوا لك مات. فهمتيني الحياه قصيره
بزاف على انك تبقى داير بالك مع الدنيا وشنو فيها وخاصني نجمع وخاصني ندير هادشي كامل. راه ما واحد ما غيدي معاه حتى شي واحد ما يدي معاه شي حاجه. الله يرحمه ويوسع عليه، الله يصبر عائلته، الله يصبرنا كاملين، راه مشى لينا كاملين واحد من العائله. وهادشي اللي كاين. السلام عليكم، معكم امينوكس. كنتقدم خالص تعازي للاسره الاعلاميه والاسره الشخصيه ديال الصحفي المرحوم صلاح الدين الغماري. الموت ديالو يعني صدمه كبيره لجميع المغاربه. اليوم فقدنا بطل من ابطال الحرب ديالنا على كورونا، والموت ديال صلاح الدين الغماري ما غاديش تمحيه من الذاكره ديالنا، ولكن غادي يبقى ديما حي في القلوب وفي في الوجه ديال المغاربه. انا لله وانا اليه راجع. قدم التعازي ديالي لعائله صلاح الدين الغماري اللي سقت خبرات الصباح انه غادرنا. الله يرحمه، الله يوسع عليه، والله يبدل محبته بالصبر. خدمت معاه، عرفته في دوزيام هادي. الله يعمرها دار، الله يعمرها دار، الله يرحمه. تعازيه العائله ديالو، الله يبدل محبته بالصبر. عزاؤنا واحد في ذاك السيد اللي طيب بزاف، اللي طرف قلوبنا كاملين، وفي عائلتنا وفي خوتنا وفي امهاتنا والدينا. الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحم جميع المسلمين، الله يرحم العبد ديالي. الوفاة ديال سي صلاح الدين ذكرتني بالوفاة ديال الوالد ديالي الله يرحمه، اللي جات على غفله. ماشي خساره في سيدي ربي، الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر اهله، والله يرزقهم الصبر والسلوان، والله يصبرنا كاملين حنا كمغاربه. وانا لله وانا راجعون.